لم تعد أزمة المياه الخطر الوحيد في البلاد، إنما تلوث ما تبقى منها هو خطر آخر، باتت أصوات التحذيرات منه ترتفع. فهنا في الموصل يوجد أكثر من 20 مصبا لمياه المجاري على طول مجرى النهر تصب فيه دون وجود أي محطات للتصفية. هذه المصبات فقط في مدينة الموصل 22 مصب لمياه الصرف الصحي. هذه المصبات تشكل خطر حقيقي على حياة الإنسان. تراجع مناسيب المياه بسبب تداعيات الجفاف وقلة الحصة المائية يقابله بقاء نسبة مياه التصريف، يراه المختصون مؤشرا ينذر بخطر كبير، فكلما مر النهر بمدينة سيرتفع عدد المصبات وتزداد نسبة التلوث. قلة الحصة المائية مع زيادة الملوثات سيؤدي إلى جعل هذا النهر عبارة عن نهر من الملوثات نتيجة عدم وجود أي إدارة لتخفيف وتقليل هذه الملوثات، وبالتالي سنخسر نهر دجلة. لم يتوقف الأمر عند المصبات وعدم وجود محطات لتصفيتها فقط، إنما انتقد أكاديميون طريقة تصفية الماء التي تستخدم في المشاريع، ووصفوها بالتقليدية التي مضى عليها عشرات السنين دون أي تطوير لها. عملية تصفية مياه الشرب في العراق بصورة عامة يعني كطريقة هي الطريقة التقليدية، يعتمدون على الأكثر. الطريقة التقليدية هي مستعملة يعني من الثلاثينات، أربعينات، خمسينات، ما تم تطوير هذه الطريقة يعني لإنتاج مياه صالحة أكثر، مثلا ريفرس أزموس أو غيرها. وتعمل في الوقت الحالي جامعة الموصل على عدد من البحوث والدراسات حول ارتفاع نسب تلوث المياه وحجم تأثيرها على ارتفاع الإصابات بأمراض الكلى التي يعد الفشل أبرزها، وذلك لمعرفة حجم الضرر والتأثير وما ستؤول إليه الأمور في المستقبل. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.